ماكسيميد مشروع. إذن ماكسيميد هو المشروع الخامس وما قبل الأخير عن فئة وومن أنتربرونور، ونحن وطلعت النتيجة. إذن بقي اسم واحد بس وحكاية مختلفة عن النجاح. الفكرة بديت من 93، واللي تميزت فيه من الأساس فرنش بيكري، وهي تصنيع الخبز التقليدي الفرنسي. المشروع بدأ بسفرة على فرنسا، وتعرفنا على شيفية مهمين، نقينا منهم شيف وبلشنا نتعاطى نحن وياه ونشوف كيف ممكن نجسد الفكرة. فتحنا وبلشنا على صغير وصرنا نتطور شوي وشوي. كان ترند جديد على البلد، فيه نكهة غير نكهة الخبز العادية، في حرفة، طريقة الخبز غير. لليوم نحن بعد عنا شيف كونسلتنت بيجي ثلاث أربعة أشهر بيعطينا روسيتات جديدة، بينوع بالأصناف، بيصلح. الشغلة الصعبة بهيدي المصالح إنك تعطي زيت النوعية، ولليوم بعد 21 سنة عم نجرب إنه مش بس نبقى بالسوق المحلي اللبناني، إنه نتوسع بعد لبرا أكتر. وقتها بتتعب بمصلحة معينة بتحس عنك فخور بيلي أنت صنعته، وبتصير تعطي أكتر وأكتر وتكبر أكتر وأكتر، وهيدا يلي صار معنا. أعضاء لجنة التحكيم وللمرة الأخيرة بحفل الليلة رح توضع علامة لريتا حويك عن مشروع فرنش بيكري. ريتا بانتظار النتيجة. آخر علامة بتوضع لجنة التحكيم، واللي أكيد حتحدد نتيجة هالمسابقة. إذا لحظات نحن بانتظار إنها تطلع النتيجة. ريتا مبتسمة. إذن طلعت النتيجة. إذا مشاهدينا، ست مشاريع، ست مشتركات، وست علامات. مجددا وبالتسلسل الأبجدي رح أذكر المشاريع الستة، والتسلسل رح يتغير حكما لما تظهر العلامة. أكيد كل يلي وصلوا لهالمرحلة بيستحقوا الربح، والعلامات جدا متقاربة. فرنش بيكري، كريستيز، ماكسيميد، مايريك، أوريغامي، صحي وسريع. بالمرتبة السادسة مشروع كريستيز مع مجموع علامات 9.45. بالمرتبة الخامسة فرنش بيكري مع مجموع علامات 9.49. وهلأ للمرتبة الرابعة اللي فاز فيها ماكسيميد مع 9.54. بالمرتبة الثالثة إذن أوريغامي مع 9.52. بقي اسمين، اسم واحد بس تم اختياره فائز من لجنة التحكيم. بس قبل إعلان النتائج بطلب من نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبي إل سي بنك السيد نديم قصار يتفضل على المسرح. أهلا وسهلا فيك قصار. الحضور الكريم، مشاهدينا، صار وقت إعلان نتيجة Woman Entrepreneur of the Year 2014، وهي
إذن مايريك مع 9.87 والمرتبة الثانية طبعا احتلها صحي وسريع. تفضلي ألين. ألين كماكيان تفضلي على المسرح لاستلام جايزتك. مبروك ألين، بس قبل بدي أطلب من السيد نديم قصار إنه يتفضل بكلمته قبل إعطاء الجائزة والتروفي. بحب أكد إنه إن شاء الله كل سنة حنضلنا نقدم هالجوائز وهالحفل، الباقي سي يقدم هالحفلة ويكون دليل للعالم كله عبر شاشة LBCI إنه لبنان منجم حقيقي للطاقات والإبداع والتطور. وهالشباب اللي شفنا ريبورتاجاتهم اليوم هن خشبة خلاص هالبلد ومستقبله. وهالإيد يلي عم نقدمها اليوم هي إيد ممدودة لكل شركة بتحب تشترك السنة الجاي وتقدم، وبتمنى لهم التوفيق للجميع وشكرا. شكرا سيد أسار. مبروك علين، مبروك، والمنصة لإلك إذا بتحبي إنك توجهي كلمة. مساء الخير. Thank you لجوري. بحب أتشكر أول شيء عائلتي تحملوني. بحب أتشكر عائلة مايريك اللي بدونه ما بكون قدامكم الليلة. وبحب أتشكر أكيد بألسي اللي فكروا يدعموا المرة اللبنانية. وإن شاء الله هالجائزة تكون مثال لكل مرة إنه إذا حلمت توصل. Thank you. شكراً لك علي ومبروك مرة تانية. لكل أصحاب طاقات اقتصادية ومشاريع مبدعة ممكن تقديم الطلبات للمنافسة بحفل السنة الجاي على العنوان اللي عم بتشوفوه هلأ على الشاشة. أما اسم الفائز بفئة People's Choice Award فبعد البريك الأخير. كسفوا التصويت. We'll be right back.
اللحظات الأخيرة من حفل Brilliant Lebanese Awards. قبل إعلان آخر نتيجة، آخر جائزة بسهرة الليلة، خلينا نرجع نتذكر الـ 12 منافس اللي عم بيتم التصويت إلهم لنيل People's Choice Award لهي السنة. إيفان دي، أحمد الست، مايريغ، ألين كاماكيان، كريستيز، كريستينا خاطر، أرناون، دورا اسكندر، فو، إلي ناصر وغادي ريس، إيستلاين، مارك تفوني، صحي وسريع، مونيك باسيلا زعرور، أوريغامي، فرنش بيكري، ريتا حويك، ماكسيماد، ساندرا مسلم، دايت سنتر، سوسن وزان جبري، سيدر انفايرومنتال، زياد أبي شاكر. الحماس بأعلى درجاته، بس قبل إعلان النتائج إطلالة أخيرة مناخد فيها نفس مع نجمة حفل الليلة كارول سماحة. We'll be right back.
شكر كبير لكارول السميحة. Thank you. نجمتنا لها السهرة واللي رفقتنا خلال كل المباريات. بالن إنه بهاللحظات التصويت عبر الفيسبوك توقف. أما الرابح فهو، خليني أطلب قبل من السيد موريس صحناوي والسيد نديم قصار يرجعوا يتفضلوا مجدداً على المسرح لتسليم التروفي وجائزة تقديرية بقيمة 5000 دولار. أهلا وسهلا فيكم عن جديد. إذن مشاهدينا، صار وقت إعلان عن النتيجة اللي أنتوا قررتوها. رح أعلن اسم الرابح عن فئة The People Choice Award، وهو أو هي الناس اختارت بعدد أصوات وصل ل 1819 صوت. بدي أقول مبروك لكريستينا خاطر. كريستيز، كريستينا تفضلي لعنا من فضلك. بدي أطلب إذا من كريستينا تتوجه لعنا ومبروك لإلها. تفضلي كريستينا. ألف مبروك كريستينا ولكل الرابحين، وشكراً لكل من ساهم بنجاح حفل الليلة. منلتقي السنة الجاي مع مبدعين جديد. بدي أطلب من الرابحين كلهم بالفئات السابقة الانضمام إلنا على المسرح، ينعاد على كل اللبنانيين وكل سنة وأنتو ولبنان بألف خير. All women.